اي قايل بالسكر خطر كبير عليهم راسهم. نعم الدراري الصغار وعامر الكهول والناس مراه هادشي بدون العلم ديالنا وخدموا بالليل مع الساعه مع الجوج ديال الليل يعني بحال سرقه يعني هادشي بحال بتخبيه. حنايا بالضبط كان تواجد في مدينة مراكش في المدينة العتيقة تاع مدينة مراكش بالضبط في حي سميتو حي جازولي او لا تنقولوا حنا ساكنه سيدي مسليمان. تفاجئنا مع الصباح بان واحد العمود تاع الشبكه تاع الاتصالات اللي هو كنقولوا ريزو ديستريبيتور غادا تيبلا كاع كرياتور ديال لي ريزو وكاين فيه واحد الترددود كبير وعالي واحد لا طونسيون شده عاليه وكتشكل خطر على المواطن. حطوه مع 4 ديال الصباح او لا 3 ديال الصباح سالوه مع 6 ديال الصباح الناس كيسمعوا الخدمه ما عرفوش ديالاش فاش فاقوا. تفاجئنا بان هذا العمود محطوط ومحطوط على واحد الدار اللي رابت وتبنات وهذا الريزو كيشكل خطر على المواطن وعلى الدراري الصغار. وحنا هنا في المدينه القديمه كنعانيو مع هذا النوع ديال هاد الناس اللي ما عندهمش حس المواطنه وحس الانتماء كيبان ليه غير درهم كيفرط في كل شيء وكيسامح في كل شيء. قدمنا شكايه درناها في الحي كامل الحمد لله درناها عريضه الناس متضامنين معنا بطبيعه الحال. هذا ضر على الجميع كيضر الناس وكيسبب امراض كثيره من بينها مرض السرطان. سيدي هذا الهضر الريزو اللي جابوه لنا في 3 الليل ما ناعسين الناس ما جايبين اخبار هادشي جا هادشي بلا قانون ودخلوا حطوه لنا تما وعندنا فيه المرض وحنا مرض حنا مرض عندنا السرطان وعندنا دايرين عمليه وهادشي راه يعاود يكملنا داكشي اللي خصنا. الله يجزيكم بخير بغينا السلطه تدخل لنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا راه حنا تنطالبوا من السلطه توقف لنا في هادشي تحيد لنا هاد الضرر هذا. الله يجزيكم بخير ما فروس حتى شي حد راه الساكنه كلها ما فراسهاش هادشي راه ما فراسهاش الساكنه راه هادشي تحط بالليل راه كون تحط بالنهار ما غاديش يخليو الساكنه يتحط وين راه جا بالليل ناس كنسمع الصوت الحديث كيتكلم يسحب لي شي واحد بغا يصاوب شي بارابور ولا شي سينيال ولا شي حاجه. فقنا في الصباح اخويا لقيناه واقف بحال هكا وهادشي هذا عرفتي الاشعاع ديالو عرفتي يضرب على 500 متر بلا امراض السرطان اللي كيجي للدماغ بزاف د الحوايج. والله يجي يوم هاد الناس يشوفوا مصلحتهم ما تيشوفوش مصلحه الجيران ان الناس مرض تاع الدراري الصغار الكبار كلشي عرفتي راه انتم راه اولى منا بهادشي هذا عارفين انتم هادشي هذا. واش غادي نقول لك اخويا كنت من السلطه تجيو تدخلوا باش يحيدوا لنا هادشي هذا اخويا حتى هذا جا فواحد الوقيته اللي كلشي ناعس فيها هاد الحاجه غير قانونيه. الحاجه كتكون قانونيه كتكون فضيحه النار اخويا كونوا واقعيين. وهاد الناس جاو ركبوا لنا هذا وانا كنشوفوا ما مصلحتهم بغاو هما الفلوس. خويا هاد المشكله هذا نتاع هاد الريزو نتاع هاد الناس اللي جاو داروا لينا ما معقولش جاو داروا لنا وحنا مراد ووليداتنا مراد وجا داروا لنا في وسط الحي. هي حي شعبي والطيور كاع رايبين انتم تتشوفوا كل شيء طيح. ثاني حاجه جاو خدموا هاد الشيء مع الجوج الليل ماشي معقول. جاو حطوا واش كاين شي قانون تيسمح لهم يجيو يخدموا هاد الشركه في الجوج الليل حتى للسبعة الصباح؟ الا كاين شي قانون مسموح لهم نعرفوه. حنا دابا حنا دايرين عريضه بهم بالشركه باش هادشي اللي جاو لصقوا لنا هادشي مع الجوج تاع الليل. حنا دابا تنحاربوا هاد الريزون هادي يحيدوه لينا من هنا باقرب وقت. الله يجازيكم بخير.